الأمم إنما تعيش بالخلفيات. الأمم ظاهرة، أمريكا ظاهرة، روسيا ظاهرة، إيران المسلمة ظاهرة. كيف تعيش؟ تعيش على ثلاثة أشياء: أولاً أخلاقيات الأمم، ثانياً بعد الأخلاقيات تعيش الظواهر على فهم الحياة، ثالثاً على أسلوب تهيئة الحياة. ثلاثة الأشياء. أخلاقيات الأمم يعني شنو؟ أخلاقيات الأمم يعني الإنجليز من أخلاقياتهم الاستعمار، حب السيطرة، الشخصية، التوسعة، هاي أخلاقيات. خلفيات البريطانيين بهذا اللون، خلفيات اليابانيين الصناعة، يعني يابانيون بنوا حضارتهم على الصناعة، الروس بنوا حضارتهم على الدكتاتورية والاشتراكية المعروفة. مثلا نحن المسلمين نبني أخلاقياتنا على لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا عبودية إلا لله. هاي خلفياتنا الأخلاقية، ولا أقصد بالأخلاقية يعني الصدق والأمانة والتي تكتب في كتب الأخلاق، نقصد بالأخلاقية طريق الحياة. مثل أنه في آية أخرى من القرآن الحكيم: إن هذا إلا خلق الأولين، أو نقول أخلاقه هكذا، سلوكه هكذا. وإنما يسمى الأخلاق أخلاقا لأنها تخلق من كثرة المرور عليها، الخلق بمعنى القديم. فالشيء الأول من أراضية كل حضارة الأخلاقيات. هذه الأخلاقيات عمومية ولكل حضارة، حضارة الرومان لها أخلاقيات، حضارة الإسلام لها أخلاقيات، حضارة المسيحيين لها أخلاقيات، حضارة الروس لها أخلاقيات، حضارة البريطانيين لها أخلاقيات، وعلى هذا المعدل. فأول شيء الأخلاقيات، والشاعر لما يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، يعني كيفية حياتهم. الإنجليز إذا رفعوا اليد عن الاستعمار أصبحوا جزيرة يصيدون السمك ويأكلون السمك، والروسيين إذا رفعوا اليد عن كيفية الدكتاتورية بين عشية وضحاها تتبدد روسيا، واليابانيين إذا رفعوا اليد عن اقتصادياتهم في مدة قليلة ترجع يابان قرية متخلفة تعيش على البحر وعلى الصيد. أخلاقيات الأمم، هذا الشيء الأول من جذور الأمم الغائبة في طول التاريخ أو الحاضرة أو الآتية.